السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور اسماعيل في دايت في دقيقة. بناكل ايه قبل وبعد التمرين؟ السؤال ده اتسألناه كتير وعايزين ننجزه كده في دقيقة واحدة بس ان شاء الله. قبل التمرين كل حاجة كومبلكس كارب. يعني ايه كومبلكس كارب؟ يعني كربوهيدرات معقد. بعد التمرين كل حاجة هاي جلايسيميك اندكس، يعني حاجة بتتحول بتعلي جلوكوز الدم بسرعة، فبتفرز انسولين بسرعة فيعلي معاك عضلات بسرعة، لان زي ما احنا عارفين الانسولين ليه وظيفتين، واحدة حلوة وواحدة مش حلوة. الحلوة ان هو بعد التمرين مباشرة بيحول الكارب اللي داخل الى عضلات او جلايكوجين جوه العضلة، وبيحول الكارب اللي داخل لدهون ممكن لو حضرتك مريح مش متمرن. يعني من الاخر بعد التمرين كل بطاطس، بطاطا، رز، مكرونة، بطاطس اهي معانا، طيب، زائد وجبة البروتين بتاعتك العادية. اتفقنا على كده؟ ده بالنسبة لبعد التمرين. كل شوفان، كل جرانولا، كل الحاجة اللي فيها كومبلكس كارب عايز توفر على نفسك بتنزل من على النت برضو ليست كده فيها الحاجة الهاي جلايسيميك اندكس، ودي بتتاخد بعد التمرين، وحاجة لو جلايسيميك اندكس بتتاخد قبل التمرين. ايه الفرق ما بين الهاي واللو؟ اللو دي بتتحول لسكر الدم ببطء، فبتعلي الانسولين ببطء، ودي ده اللي انا عايزه قبل التمرين، وبتدي بتمد الجسم بطاقة اثناء التمرين. طيب بتاعت بعد زي ما اتكلمنا ان هي بترفع الانسولين. شكرا.